خويا حميد من ديما تعرف كيفاش يلقى الهمزة باش يشري داكشي اللي تيبغي. كان هو الاول في صحابو اللي شرا موطور، كان تيبان جديد في العرس ديالو. جوج حوايج كانوا مهمين، رضات الوالدين ويدير واحد مولاتي الحفلة، ومع الوقت بنا دارو بشوية بشوية باش يتوسع مع عائلته. حميد واثق من راسو، حيت مع أكسا عنده أفضل خدمة بأفضل ثمن. في هذه الأوقات الصعبة حميد ديما راضي وواثق من نفسه، حيت أكسا التأمين المغرب تتوفر على شبكة كبيرة فيها أكثر من 270 وكالة اللي كترافق زبنائها في فترة الوباء.